الله تعالى في تفسيره العظيم تفسير سورة محمد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها. لا إلا قبلها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قولوا فلا تهنوا. نعم حسنا الله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ثم قال لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم، أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. وقوله والله معكم فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. ثم قال تعالى: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، فهذه الآية الكريمة آية عظيمة فيها تقوية وتنشيط للمؤمنين وإعلاء لهمتهم. يقول تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم. فلا تضعفوا أمام الأعداء وتدعوا إلى السلم والصلح والمهادنة في حالة قوتكم وزيادة عددكم وعددكم، في حال تكونون فيها تستطيعون مقابلة الأعداء ومقارعتهم والانتصار عليهم. في هذه الحال، في حال القوة والنشاط، لا ينبغي لكم أن تهنوا وتضعفوا أمام الأعداء، بل عليكم أن تنشطوا وتقوموا بما أوجب الله عليكم من الجهاد. والله معكم، هذا تنشيط لهم، يعني والله معكم بعونه ونصره وتأييده وتسديده، فهو ينصركم عليهم ويؤيدكم. وهذه الآية في إثبات المعية لله عز وجل، وهذه معية خاصة للمؤمنين المجاهدين. المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة لجميع الناس، الله مع الناس كلهم باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتصرفه فيهم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
يستخفون من الله ويستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة تأتي في سياق التهديد والمجازات والمحاسبة، فهو معكم بنفوذ قدرته ومشيئته واطلاعه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمركم. وأما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين والمتقين وبالصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى. هنا مع المجاهدين، هنا والله معكم مع المجاهدين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وإعانته، والله معكم، ولن يترك ولن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، بل هي محفوظة لكم، يوفرها لكم سبحانه وتعالى ويثيبكم عليها في الدنيا بالنصر والتأييد، وفي الآخرة بالثواب والأجر العظيم. وإذا أصابكم ما أصابكم من ديانة العدو فهذا فيه رفعة لدرجاتكم وزيادة في حسناتكم وثوابكم، ولهذا قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم. في هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي للمسلمين طلب المهادنة والصلح مع الأعداء إذا كان عندهم نشاط وقوة، ولا ينبغي أن يضعفوا، بل عليهم أن يسلكوا مسلك الجد والنشاط والقوة. وفيه إثبات المعية لله عز وجل، معية الله مع المجاهدين والمؤمنين والأنبياء والرسل والصابرين بتوفيقه وتسديده، وهو مع الناس كلهم بإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتصرفه فيهم. وفيه أن الله تعالى لا ينقص المؤمنين شيئا من ثوابهم من أعمالهم، بل يوفرها ويوفيهم إياها أعظم توفية في يوم أحوج ما يكونون إليها. نعم. صلى الله عليك. صلى الله عليكم. الآية الأخرى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فاجنح لها. نعم، هذه في حال الضعف وعدم القدرة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كما لما دعوا إلى الصلح في الحديبية أجابهم عليه الصلاة والسلام وعقد الصلح معهم 10 سنين. إن جنحوا للسلم فاجنح لها محمولة على حالة الضعف وعدم القدرة وعلى مقابلة الأعداء ومجابهتهم بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم. نعم. في حالة القوة ما في هذه الأحكام فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون، هذه في حالة القوة والنشاط. نعم. حتى لو كان العدو هو الذي يطلب الصلح ولو. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى جالس في سبيل الله بد منه، ما ينبغي الصلح دائم إلا عند الحاجة له. نعم. يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. ولهذا قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يقول تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. ولهذا قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرجكم تبخلوا، أي يحوجكم. إيش وين؟
وإن تؤمنوا وتتقوا أن يحرجكم تبخلوا. قبلها وإن تؤمنوا، في نسخة أحسن الله إليك قال في المخطوطة يحوجكم، والمثبت عن الطبعات السابقة ولعل الصواب يجهدكم. انظر اللسان مادة أنت عندك يجهدكم. نعم، في المخطوطة يحوجكم والمثبت عن الطبعات السابقة ولعل الصواب يجهدكم. ممكن قد يكون هو الصواب وقد يكون الصواب الأول. نعم، الصواب عنده هو. نعم، أعد وإن تؤمنوا وتتقوا. نعم، قال ثم قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أن يحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. نعم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا. نعم، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال قتادة قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. قوله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وإنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني إنما حصر هذا، إنما الحياة الدنيا لعب له إلا ما كان لله عز وجل، كان في عمل للآخرة في من العبادات والأموال والسعي في مرضات الله، السعي في الصدقات والإحسان للناس والإصلاح بين الناس، والسعي في كسب في النفقة الأولاد والأهل، والسعي في الإصلاح ذات البين، وما كان لله فهو مستثنى من هذا. كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. ملعونة يعني مذمومة، الدنيا مذمومة وما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. ذكر الله ما كان للآخرة، الصلوات أداء العبادات، أداء العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والسعي في أعمال الخير، والسعي في الإصلاح بين الناس، والسعي في صلة الأرحام، والسعي في الإصلاح بين الناس، والسعي في الإحسان إلى الجيران، وغير ذلك مما فيه أجر وثواب. أما ما كان في معصية الله أو كان في طريق الشر والفساد، وما كان أيضا في التوسع في المباحات التي لا يستفيد منها الإنسان شيئا في الآخرة، فإنه داخل في قول إنما الحياة الدنيا لعب وله، إنما الحياة الدنيا لعب وله. في الآية الأخرى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وإنما الحصر فالدنيا هكذا حاله، إما لعب وله، وإما في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل. ما كان في طاعة الله خارج عن ذلك، وما كان للدنيا المحض الذي لا يستفيد منها الإنسان إلا ضياعا للأوقات أو دخولا في المعصية أو فعلا لما حرم الله أو المكروهات، فإن هذا داخل في اللهو واللعب. إنما الحياة الدنيا لعب، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن تؤمنوا وتتقوا فإن الله تعالى يثيبكم على أعمالكم
ولا يسألكم أموالكم، وإنما فرض الله تعالى الزكاة والنفقات الأخرى التي أمر بها أمر استحباب لتستفيدوا أنتم ولتربحوا على الله أعظم الربح وليغفر الله لكم الأجور. وأما هو سبحانه فليس بحاجة إلى طاعاتكم ولا معاصيكم ولا ليس في حاجة إلى طاعاتكم، فلا ينتفع بها ولا تضره معاصيكم، وإنما أنتم المنتفعون بالطاعات والمتضرون بالمعاصي، والله تعالى هو الغني عن عباده، لا يحتاج إلى أحد، ولا تنفع طاعة المطيع ولا تضر معصية المعصي، وإنما أمرهم بالأوامر لينتفعوا وليربحوا على الله أعظم الربح وليمتثلوا أمر الله ويجتنبوا نهيه ويستقيموا على طاعته فيرفعوا بذلك أعظم الربح. ولهذا قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، هذا مع الإيمان، مع الإيمان، لأن هذه الأعمال الصالحة لا تفيد إلا مع الإيمان، مع الإيمان والعمل الصالح. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني لا أسألكم أن تنفقوا أموالكم كلها، فإن الإنسان ضعيف يحتاج إلى المال وتتعلقته بالمال، فلو سئل المال كله لضعف، حصل له حرج وعانة. ولهذا قال سبحانه وإن يؤتكم أموالكم ولا يؤتكم أموالكم وإن تؤمنوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، لو سألكم جميع أموالكم لبخلتم ولا بخل الكثير. وإن فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، في أن إخراج الأموال فيه إخراج ما في النفوس من الضغن، وإذا أخرج الإنسان المال زال ما في نفسه من الضغن والحقد والحسد وأطمأن نفسه وانشرح صدره. الصحابة رضي الله عنهم، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما تسابق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما حث النبي على النفقة، جاء عمر بنصف ماله ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثل ذلك. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله كله فقال له ما أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر لن أسابقك بعد اليوم. وهذا كما سبق أن قال العلماء إن إنفاق المال كله، هذا في قصة أبي بكر لمن كان له مكسب يومي يكسبه، والنهي عنك وقول لكعب بن مالك ابقي عليك بعض مالك فهو خير لك، هذا لمن لم يكن له مكسب يومي يجب عليه أن يبقي من ماله ما يستطيع به الإنفاق عن نفسه أو على أهله وأولاده، ولا يكون كلا على الناس، لا يترك أولاده يتكففون الناس، بل يبقي لهم ما يكفيهم. ولكن قصة أبي بكر هذا خاص بمن كانت له همة عالية كأبي بكر وله كسب يومي فلا بأس، في دليل على أن إخراج الأموال من الناس يخرج ما في النفوس من الضغن والحقد والحسد والاستئثار. المال محبوب للنفس، فإذا أبقى بقي في نفسه، إذا أبقى الزكاة وأبقى الواجبات بقي الضغن والحقد في نفسه، وإذا أخرج الزكاة والواجبات وأنفق المستحبات سلم صدره وخرج ما في نفسه من الضغن، ومحبة المال المحبة التي تضره وهي إبقاء ما أوجب الله عليه في إنفاقه. نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، والله الغني أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. قوله أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل،
أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، والله الغني، أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال: وأنتم الفقراء بالذات إليه، فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه. وقوله: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن تتولوا، وقوله: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره سبحانه. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني أيها المؤمنون أنتم مدعوون إلى الإنفاق في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل يعني ولا يستجيب، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إنما يضر نفسه وينقص نفسه من الخير ويفوت على نفسه الأجر والثواب، فبخله راجع إلى نفسه، والله تعالى لا ينتفع من طاعة المطيع ولا تضر من معصية العاصي، فالله الغني وأنتم الفقراء، لكن أنتم المحتاجون، أنتم محتاجون إلى الله، محتاجون إلى الأجر والثواب، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ويمتنع ويتأخر. وهذا الصنف من الناس الذي يبخل بخله راجع إلى نفسه لا إلى الله، والله تعالى لا يتضرر بشيء ولا يضره أحد من خلقه، ومن يبخل فإنما يبخل نفسه. ولهذا قال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني في إثبات اسم الغني لله تعالى وأنه من أسمائه، هو عبد، قال عبد الغني، والله الغني وأنتم فقراء. فالغنى وصف ذاتي لله عز وجل لا ينفك عنه، كما أن الفقر وصف ذاتي لجميع المخلوقات فلا تنفك عنه، كل مخلوق فهو فقير الله. يا أيها الناس، قال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغنى وصف ذاتي للرب عز وجل، والفقر وصف ذاتي لكل مخلوق من الآدميين، من الجن والإنس والحيوانات والبهائم والجمالات، السماوات والأراضين والكواكب، كلها محتاجة من الله وكلها قائمة بالله. إن الله يمسك السماوات أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، كلها فقيرة من الله محتاجة من الله، فكل مخلوق فقير الله ومتصف بالفقر اتصافا ذاتيا، والرب سبحانه غني، والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا وتعرضوا ولا تستجيبوا لطاعة الله ولا تنتثروا أمره، فإن الله تعالى يستبدل قوما، قادر على أن يبدلكم بغيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم، بل يكونوا مستقيم مستجيبين لله، مطيعين له، سامعين، قائمين بما أوجب. هذا تهديد ووعيد لمن نكل عن طاعة الله، بيان أن الله غني عنه وأن الله تعالى يستبدله بغيره. فدين الله قائم ودين الله منصور،
بكم أو بغيركم، إن نصرتم دين الله فأنتم على الخير وعلى الأجر وعلى الثواب وعلى الاستقامة، وإن نكلتم وأعرضتم نصر الله دينه بغيركم. فدين الله منصور بكم أيها المخاطبون أو بغيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لما قالت الملائكة الله عز وجل لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، بين فضل آدم وعلمه أسماءهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذه الآية في حث المؤمنين على استجابة لأمر الله ورسوله واستقامة على طاعته، وأن دين الله منصور بكم وبغيركم إن نصرتم دين الله وامتثلتم أمره حصل لكم ما وعدكم به من الثواب والأجر، وإن نكلتم وأعرضتم بدلكم بغيركم فخسرتم أنتم، ودين الله منصور وقائم بكم وبغيركم أو بغيركم. نعم. صلى الله عليك. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلم ابن خالد عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية اللهم صل وسلم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكون أمثالنا استبدل بنا ثم لا يكون أمثالنا. قال فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناولوه رجال من الفرس لتناوله رجال من الفرس. تفرد به مسلم ابن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة والله أعلم. قال في الحاشية عن مسلم ابن خالد الزنجي قال عنه ابن معين ليس به بأس، وقال مرة ثقة وقال مرة ضعيف، وقال الساجي كثير الغلط، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم لا يحتج به، انظر ميزان الاعتدال. آخر تفسير سورة القتال والله أعلم. صلى الله عليه وسلم عليه عنه. قال أخرجه ابن حبان والطبري وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، فيه مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، وتابعه عبد الله بن جعفر عند الترمذي وأبي نعيم، وابن جعفر ضعيف الحديث، وأخرجه الترمذي من وجه آخر وفيه راو لم يسم، وأخرجه البيهقي في الدلائل، وأخرجه أبو نعيم من طريق آخر وإسناده ضعيف، فلعل الحديث يحسن بهذه الطرق أو يقرب من الحسن والله أعلم. يحسن أو نعم. فلعل الحديث يحسن بهذه الطرق أو يقرب من الحسن والله أعلم. وعاجز الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لكن فيه من أبناء فارس بدل الفرس. وانظر السلسلة الصحيحة. الآية عامة اسم الفرس وغيرهم، قال صح يكون هذا مثال يعني من أبناء فارس كن غيركم، لأنها غيركم على العرب، خطاب العرب المؤمنين، لأن الإسلام قام على أكتاف العرب، فإن تولوا يستبدل غيركم من أبناء فارس، هذا مثال من أبناء فارس ومن غيرهم، فالآية عامة، صح يكون هذا من أمثلة ذلك أبناء فارس، ومنهم سلمان
والآية عامة فيهم وفي غيرهم. نعم سمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: روى عمر بن إبراهيم عن قتادة، يعني فيما نقله عنه الحافظ، في قال ابن خزيمة فيما نقله عنه الحافظ في إتحاف المهرة، في إتحاف المهرة. نعم أحسن الله، يعني هذا جمع، يعني يعتبر جمع. نعم صلى الله عليه وسلم. قال روى رقم الحديث كان 93. نعم. قال روى عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن العباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تظلهم النجوم. حدثناه أبو موسى عن شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم حا وحدثنا بندار عن شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به، وقال بعده: الحسن لم يسمع من العباس. الحسن لم يسمع من العباس. طيب التخريج قال فيه؟ قال: إسناده ضعيف لانقطاعه كما نص عليه ابن خزيمة، أخرجه أبو يعلى من طريق الحسن يعني عن العباس به، وأخرجه البزار وأبو يعلى من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس، وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق قيس بن عباد عن العباس به. رقم 4 هذا إيش بعده؟ أحسن الله عليكم. نعم، قال الإسناد، الإسناد والمتن من الإتحاف. وقال الحافظ ابن حجر: هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة، يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد بينت ذلك غير مرة. يعني هنا قطع، قال روى عمر بن إبراهيم قتادة، يعني رواه معلق هنا عن الحسن العباس. الحديث ضعيف، ظهر الله هذه الجزيرة من الشرك، قل إن لم تضلهم النجوم، يعني فيه إشكال، يعني لأنه على استثنى من هذه الجزيرة إن لم تضلهم النجوم، والجزيرة طهر الله من الشرك بث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك يعني باقي. قال: طهر الجزيرة، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين التوحيد والإيمان، ومن ذلك إظهار النجوم لهم، هذا داخل في البيان، بينه الله. الله طهر الجزيرة من الشرك، ومن ذلك ما يتعلق بالنجوم، ولكن هذه الأمة باقي فيها الشرك، ليس كما يقول بعض الناس إن هذه الأمة مطهرة وأنه لا يقع فيها شرك، بل الشرك موجود، والحق قائم، ولا تزال طائفة على الحق كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة منهم في على الحق منصورة، لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأما الشرك فهذه الأمة يقع فيها الشرك، بعض الناس يقول إن هذه الأمة ما يقع فيها الشرك وطهرت، ويقولون إن ما يحصل من عباد القبور ومن طواف القبور
سؤالها سؤال مقبول تفريج الكروبات والذبح لها ليس من الشرك، لأن هذه الأمة طهرت من الشرك، وهذا باطل. الشرك موجود، قال عليه الصلاة والسلام لن لا تقوم الساعة حتى تعبد فئة من أمة الأوثان، وحتى يلحق حي من أمة بالمشركين. وقال قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، قال تقوم الساعة حتى تصطفق على اللات سيدة وسند ذي الخلصة. يستدلون بقوله إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، قالوا هذه الأمة مطهرة وليس فيها شرك ولا يقع فيها الشرك، هذا باطل. الشيطان يئس لما رأى انتشار الإسلام، وليس معصوما لا في يأسه ولا في رجائه، ولم يقل النبي إن الله يأسه، وقيل المعنى أنه يأس من إطباق الأمة على الشرك. فالمقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، وفيه قد يقال فيه نكارة من جهة قوله إن لم تضلهم النجوم، أي ضلال النجوم، هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ومنافاته للتوحيد أو لكماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا هارون بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما به، وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس حاء، وعن بشر بن هلال الصواف عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس، وعن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. تخريجه قال صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. بالأفضل أن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، ما أشار إلى الرواية. هذه سيادة ذكرها الإمام محمد بن الوهاب رحمه في كتاب التوحيد. من اقتبس شعبة من علم النجوم، يعني من تعلم شيئا من علم النجوم فقد تعلم شيئا من السحر. والسحر في السحر معناه اللغوي كل ما خفي ولطف سببه. أما السحر في الشرف هو ما عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. ومراد هنا شعبة من السحر بمعناه العام، معناه اللغوي، من تعلم شيئا من علم النجوم تعلم شيئا من السحر. اللفظ الآخر زاد ما زاد، ما أشار إليها. أحسن الله إليكم، عند أبي داود وابن ماجه زاد ما زاد. زاد ما زاد. تكلم عليها؟ ما تكلم عليها. كلما زاد من تعلم النجوم زاد من تعلم السحر. نعم، والحديث صحيح. نعم، وأن علم النجوم داخل في السحر. نعم. قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو نصر التمار عن عقبة بن الأصم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر في النجوم. نعم، الحديث يقول إسناده ضعيف. نعم، قال إسناده ضعيف لضعف عقبة بن الأصم، وقد تفرد بهذا الحديث، وهذا الحديث استنكره أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه، وقال ابن عدي في الكامل لا يعرف إلا بعقبة، وقال العقيلي ولا يعرف إلا به ولا يتابعه من هو دونه أو مثله.
وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن عطاء إلا عقبة الأصم. وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد لها بالوضع. النبي قال: نهى عن النظر في النجوم. نعم، لا يصح النظر في النجوم، لا يصح الحديث النظر في النجوم في تفصيل، لا يصح النهي من النظر في النجوم اللي يستدل بها على قدرة الله ووحدانيته فهذا لا ينهى عنه. وفي قول قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، نجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فمن تأول فيها غير ذلك فقد ضاع نصيبه. فالنظر في النجوم في تفصيل، نظر بها نظر اعتبار: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نظر تفكر في خلق السماوات والأرض في خلق النجوم والاستدلال بها على قدرة الله وحدانيته، والاستدلال بها على أنها اعتقاد أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين فهذا لا ينهى عنه. ومن نظر فيها نظرا آخر فهو منهي. فعلى هذا الحديث لا يصح النهي عن النظر في النجوم. نعم، حديث ضعيف. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد. قال الحديث الثلاثة السابقة في عندك في الترجمة. أحسن الله إليك. الحديث الأول في كتاب التوكل، عزاه إلى كتاب التوكل. إيش طهر الله هذا الجزء. نعم أحسن الله. والثاني والثالث كلها باب السهلة واقتباس النجوم، ما يتعلق بالنجوم. نعم، صلى الله عليه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الحديث قال صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. قول ابن عباس هنا ايش؟ طيب، ما انه ما رآهم فهم. قال: ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم. هذه رواية عنه، رواية الأخرى انه رآهم وانهم سألوه الزاد، سبق ما مر قبل هذا في التفسير انها
أنه ذهب معه ابن مسعود رضي الله عنه وخط له خطا وقال لا تتجاوز، ثم رجع إليه في آخر الليل أو قبل الفجر وأراه أماكنهم ومكان إيقاد نيرانهم، وقال أنهم سألوه عن الزاد، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أفر ما كان عليه من أحمل، وكل بعرة عرف للدواب بكم يعود إليه حبه الذي أكل. وقرأ عليهم في الحديث عنه قرأ عليهم القرآن. هذه رواية عن ابن عباس أنه قال ما رآهم ولا قرأ عليهم، والرواية الثانية أنه رآهم قرأ. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هذا الحديث والذي قبله أيضا نسبه إلى كتاب التوكل. توكل؟ نعم. توسع في باب التوكل. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق حاء وعن محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة، أما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكر ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس هذا الأمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوه فأخبروه فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. وعن محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء هو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه وأتم منه. الحديث قال المؤلف أخرجه إيش أحمد؟ قال صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا الإسناد. نعم، في هذا أنهم إذا سمعوا كلمة زادوا تسعا فيها تسعا، في الحديث الآخر أنهم يستمعون، أن الشياطين يركب بعضهم بعضا كما وصف سفيان هكذا حرف يده وبدد بين أصابعه وقال أنهم يستمعون الكلمة من السماء، إذا كلم الله بالأمر تحدث بها للسماء السابعة ثم السادسة حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا، ثم يتكلم به الملائكة في العنان في السحب، والشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمع الشيطان فوقاني الكلمة يتكلم بها الملائكة فيلقيها إلى من تحته والآخر إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن فيقرها في أذنه كما تقر الدجاجة قر 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 فيكذب معه 100 كذبة، فإذا سمع الناس هذا الكلام ووقعت الكلمة التي سمعت من السماء صدقوهم بهذا الكذب الكثير، والشهوب تلاحقهم تحرقهم، والشيطان الذي أسفل يلقي كلمة على أذن الكاهن قد يدركه الشهاب فيحرقه قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، وقد يلقيها قبل أن يحرقه، مرة يلقيها قبل أن تحرقه ومرة تحرقه قبل أن تحرقه، وهذا يدل على كثرة الشياطين وأن الشياطين يتوالدون، يعني هؤلاء أحرقوا كلهم، ولكن الشياطين كثيرون ويتوالدون بكثرة بإذن الله. فهذا فيه هنا قال أنه يزيد تسعا وهناك قال يزيد منها 100 كذبة. نعم، يعني كان هذا أحيانا وهذا أحيانا يزيدوا 100 كذبة وأحيانا زادوا فيها تسعا كما في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم، في الطباعة جعل الجملة الأخيرة بالخط الغليظ وعادته أن يجعلها الجزء المرفوع بالخط الغليظ، يعني هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض، لكن هذه بخط الكبار، لكن هذا من قول إبليس، هذا من قول الشيطان، وهذا بخط المكبر. فين المخط المكبر؟ في شيء بخط المكبر؟ نعم، الجملة الأخيرة أحسن الله إليك، وهي هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. إيه هذه
لأن العادة أن يجعل هذا الخط للمرفوع. طيب. عن محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر حاء. وعن محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر حاء. وعن بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر بن عن الأغر أبي مسلم حاء. وعن يوسف بن موسى عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من مستغفر من ذنب. فقال له رجل حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر. قال نعم. قال ابن خزيمة الحجازيون يقولون أبو عبد الله الأغر والعراقيون يقولون أبو مسلم وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان. وعن أحمد ابن كنيتان أبو مسلم نعم نعم. وعن أحمد بن سعيد الرباطي عن محاضر بن المورع حاء. وعن إسحاق بن وهب الواسطي عن محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق وحبيب هو ابن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وحده به. نعم. وهذا الحديث صحيح وأصله في مسلم في أن الله ينزل بعد ثلث الليل أول، وفي الحديث الآخر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، في بعضها نصف الليل. هذا في بعض الأحاديث أنه إذا ثلث فيه إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، إثبات التنزل الإلهي. وحديث ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر هذا من الأحاديث المتواترة. هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر حتى يطلع الفجر. في إثبات التنزل الإلهي كما يقول جل العظيم هنا حين يذهب ثلث الليل. في اللفظ الآخر شطر الليل شطر الليل هنا، والحديث الآخر حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا الحديث المتواتر. نعم. أحسن الله إليك. هذا قال أخرجه في كتاب الصلاة وفي كتاب التوحيد. طيب. قال عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن محمد بن عمرو حاء. وعن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب عن محمد بن عمرو حاء. وعن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن عمرو حاء. وعن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء. وعن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة حاء. وعن زيد بن أخزم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو قال لثلث الليل الآخر، فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، أو قال ينصرف القارئ من صلاة الفجر. نعم، هذا الحديث صحيح، ودون قولها أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. قال فلعل هذا الشك من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة. والحديث صحيح فيه أن الله تنزل لنصف الليل أو لثلث الليل، والحديث الآخر متواتر حين يبقى ثلث الليل الآخر. هنا علق على إيش؟ على قوله حتى يطلع الفجر حتى
قال الإمام النووي أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عقب الحديث: فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر، وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله، والله أعلم. نعم، والإسناد من الأتحاف والمتن في كتاب التوحيد. نعم، هذا كتاب التوحيد، وفي كتاب الصلاة يصلح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. الأعظم ذكر في مقدمته أن كتاب التوحيد هو جزء من صحيح ابن خزيمة. ها؟ ذكر أن كتاب التوحيد لابن خزيمة هو جزء من صحيحه. جزء من الصحيح؟ نعم، لأنه يشير إليه، يقول أخرجته في كتاب الصلاة مثلا، يقول في كتاب التوحيد ويوجد في كتاب الصلاة كما قال. كيف جزء من الصحيح؟ جزء من الصحيح؟ جزء من صحيح ابن خزيمة. ها إيه؟ لا بس. نعم، كل هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا إلى طلوع الفجر، يقول قائل: ألا داع يجاب؟ ألا سائل يعطى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ضعيف، والسند ضعيف في جهالته. عطاء مولى أم صبية قال: إيش قال عليه عندك؟ هذا هو أحسن الله. قال: إسناده ضعيف لجهالة عطاء مولى أم صبية، إلا أن الحديث ثابت من غير هذا الوجه. نعم، لو أنا أشق على أمتي بالسواك عند كل صلاة، هذا ثابت. كذلك تأخير صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخر مرة صلاة العشاء، هذا صحيح. قال عمر: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا ثابت غير هذا. وكذلك نزول الرب إلى ثلث الليل، قول إلى ثلث الليل الأول، مثل ما سبق في الحديث السابق. والمتواتر أنه حديث حين أبغى ثلث الليل الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. لكن قوله هنا: يقول قائل، ألا داع يجاب؟ نعم، هذا يخالف الحديث. حديث في هذا الحديث الصحيح أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يقول ما دعوني فاستجيب له كما سبق. ولهذا لعل هذا من يعني استاذ ضعف من أجل هذا. نعم، جهالة المصابين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: عن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وعن يونس ابن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب حاء وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عن مالك عن ابن شهاب حاء وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عن يونس عن ابن شهاب حاء وعن يحيى ابن حكيم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري حاء وعن محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن الزهري حاء وعن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سلمان الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، الإسناد من الأتحاف، والمثل يقول من التوحيد المصنف،
يعني من كتاب التوحيد. والحديث قال أخرجه الدارمي والدارقطني والبخاري ومسلم وغيرهم الترمذي وابن أبي عاصم، فهم الأحاديث المتواترة. نزول الرب، فيه نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. وينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا في أي مكان أنت من الدنيا إذا جاءت الآخر فهذا وقت التنزل الإلهي. أما السؤال عن قوله إن ثلث الليل تغير في هذا وفي هذا وفي هذا، وأنه قال بعض الناس ثلث الليل الآخر يختلف، ثلث الليل في الآخر في هذا المكان ثم يأتي ثلث الآخر في المكان، ولا يزال الرب ينزل، يقول هذا دخول في الكيفية، لا تدخل في الكيفية، وننزل كما يليق بجلاله وعظمته، هذا دخول في الكيفية، مثلت المخلوق الخالق بالمخلوق، وننزل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوق، فليفعل سبحانه وتعالى وهو فوق العرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار وعمر بن علي ويحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري حاء، وعن يحيى بن حكيم عن عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله بن عمر قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا إلى طلوع الفجر، فيقول قائل ألا داع يجاب، ألا سائل يعطى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له. وعن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. هذا سبق الحديث، في إشكال في قوله يقول قائل ألا داع يجاب لا سائل يعطى. هذا صحيح أن الرب هو الذي يقول هل من سائل، هذه صحة المحقق قال إنه صحيح، حديث أبي شيبة والنسائي والإسناد من الإتحاف والمتن من مسند الإمام أحمد، والحديث صحيح إلا قولها ألا داع يجاب ألا سائل يعطى. فإن الحديث الصحيح دل على الرب هو الذي يقول. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن عزيزنا الحاشي ما تكلم عن المتن هذه، قال فيها مخالفة يعني في ذكارة أو داعي أعرضوا عنها المحققون أعرضوا عنها الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة وهو ابن كهيل عن حبة بن جوين العرني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. تخريجه أحسن الله إليكم. قال صحيح موقوفا وقد توبع حبة العرني، أخرجه ابن الجعد في مسنده من طريق حبة العرني بهذا الإسناد، وأخرجه معمر في جامعه والبزار في مسنده والطبراني في الكبير من طرق عن ابن مسعود به موقوفا. ابن مسعود قال موقوف على ابن مسعود، وجاء مرفوع الحديث جاء مرفوع من أتى عرافا وكان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إذا صدق في دعوة علم الغيب، هذا معنى أنه إذا صدق في دعوة علم الغيب، أما إذا صدق فيما دون ذلك فنكون له هذا الحكم. جاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يذكره الآن بعد الحديث الذي بعده أيضا كذلك. نعم.
سيذكر مرفوعا في الحديث الذي بعد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن الحديث روي مرفوعا وموقوف عن المسلم، فأحيانا ينشط في أرفع الحديث وأحيانا يضعف فلا يرفعه. فالحديث صحيح مرفوع وموقوف. هنا استند هذا قال فيه ضعف في إبراهيم بن إسماعيل، طيب سأل الحديث اللي بعده، يعني في ضعف في السند هنا، لكن يتقوى بالحديث الآخر. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من مشى إلى كاهن أو ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح موقوف أيضا، وهذا كسابقه الذي قبله. نعم الذي قبله مرفوع، هذا موقوف. نعم بعده. قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا يعقوب يعني ابن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما زوجها حاء وعن محمد بن معاوية الزيادي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال إسناده حسن، وأبو بكر بن نافع هو العدوي مولى ابن عمر مدني صدوق، أخرجه الطبراني في الأوسط عن صفية عن ابن عمر به، وأخرجه الطبراني في الأوسط وضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن صفية عن عمر بن الخطاب به. وهذا فيه الوعيد الشديد، من أتى عرافا فلم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيده الآن، هذا من الكبائر العظيمة. ومع أنه لا يثاب عليها لكن يصلي، لا بد من الصلاة وتجزئ صلاته. جاء في الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما زلهم. جمع بعضهم بينهما بأنه إذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40، وإذا سأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد. وقيل المراد بالكفر هنا كفر أصغر، كفر دون كفر. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد ضعيف انقطاع خلاس بن عمرو لما سمع من أبي هريرة، لكن هذا هو شاهد الحديث السابق. قال أخرجه أحمد والحاكم و
وقد أخذ أحمد الداري وأبو داود والترمذي والطحاوي والعقيلي في الضعفاء إلى آخره. الحديث فيه انقطاع في ضعف لكن يكون شاهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو محاضر قال حدثنا زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر ولا سحر له ولا من تكهن ولا تكهن له ولا من تطير ولا تطير له. قال ابن خزيمة إن ثبت الخبر. أشكر عليه. قال إسناده ضعيف لضعف زمعة ابن صالح وسلمة ابن وهرام لكن للحديث شواهد يتقوى بها وبها صححه العلامة الألباني في الصحيحة. أخرجه البزار كما في كشف الأستار وأبو يعلى في المسند الكبير والطبراني في الأوسط. نعم الحديث يعني كما ذكر حديث له شواهد. نعم. قال حدثنا علي شواهد عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا علي بن أحمد العسكري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين. قل ليس منا هذا من باب الوعيد يدل على الكبائر. قال ليس منا مثل حديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من حديث الوعيد يترك على حاله ولا يفسر حتى يفيد الزجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن أحمد العسكري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام. لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة. هذا حديث رقم كم الحديث؟ نعم 3106. نعم نقف على هذا الشيء. أحسن الله. وفق الله وجزاك الله خير. الله وجزاك الله خير. وفق الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وفق الله جميع طاعته.